الله ما ادري ايش صار على مباراة الهلال هذا لسه. يا حبيبي ايش تبغى يا حبيبي؟ اسامة انا دقدق عليك ترى من الظهر. ايش تبغى بدران؟ شوف انا ماشي كذا وبعدين معاك الساعة يا اخي. يا حبيبي انت دخلت تحدي وخسرت الساعة، الله يبارك لي. تحدي عن ساعة رولكس داخل ابطال اوروبا. انا حبيبي الله يبارك لي ويعوض عليك يا حبيبي. سلام عليكم. يلا حبيبي سلام عليكم. كم الهلال يا عيال؟ والله كبير الهلال. لا كذا كثير. كذا كثير تجيني الشركة. I miss you. ايش بك تسوي كذا؟ انت شايف الحمامة اللي هنا؟ أسامة هدي صارت خفيفة بشكل مو طبيعي. جيب السامة خلينا نمشي. لا والله كثير تجيني شغل يعني مكان عمل هذا. حجيك يا راجل لو سافرت كوالالمبور حجيك جيب ساعتي خلينا امشي. صل على النبي. اللهم صل. انا ما احب اتناقش في امور شخصيه في شركه يعني مقر عمل. مقر عمل يا راجل يعني اقنعتني انا الف وامشي يعني. اسامه جيب الساعه خلينا امشي. صل على النبي. تشرب قهوه؟ قهوه خليني اسوي لك قهوه. انسى الموضوع خلاص. ايش انسى الموضوع؟ خلاص. والله ما حنسى الموضوع. ابغى ساعتي وامشي. دخلت تحدي وخسرت. لا ما دخلت. قهوه تركي ولا سامة؟ انت ترى مستفز بطريقه مخيفه. انت جالس تقهرني اكثر من الساعه. ابغى الساعه. صل على النبي. احنا في شركه في موظفين طالعوا فيه. نعناع يهدي اعصابك. ايوه ايش رايك يعني يا راجل؟ يعني خلاص انسى الموضوع. ما حنسى الموضوع. لازم تتقبل الموضوع. الساعه حقي ترفع صوت. نكمل يا عمر اجتماعنا. هو كل المطلوب احنا نجيب من برا ارخص. يا حبيبي خلاص يا عيوني هذا مقر شركة شغل. جاي تتكلم في أمور شخصية. بسرعة الساعة ما في ساعة. يا معلش أنا قطعت الاجتماع بس. ما في ساعة لو سمحت يا بدران لو سمحت. الصداقة على جنب. يا حبيبي هذا الساعة جبت لي حموضة في الـ في الـ في الـ أنا متى مفاجئني ممكن أتكلم معها. يا الساعة سامة خلينا نمشي والله بلا تطفشني. جيب الساعة خلينا نمشي. لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك رجاء. لا فجعتني. لا توترت انا. جيب الساعه خليني امشي. لو سمحت لا برا. لو سمحت طلع برا. لو سمحت بعد اذنك يا استاذ عمر طلعه بس برا. بس والله ازعجتنا يا بدران. ما كان ودي اتعامل هذا التعامل والله العظيم. يا حبيبي تفضل برا. حبيب بدران تفضل برا. خلاص اتبع عليها. طيب طب اسمع اتبع عليها في اجينا العلبه حقها تفضل. تفضل برا. يا حيوان والله وين كامحه اجيبها اقول لك ساعه ما في. تعرفت على محامي يا ولد محي. يا ابو داوود يا ابو سهم ارحب بالشيخ. الله يبقيك الشيخ انت من رباك. والله انك وحشتني. كأني فداك حتى بس يا حبي وجهك اصفر. انت ما تاكل كويس شكلك. لا والله ما تحت عيونك اسود يا ولد. انا ما فيني شيء يا ولد. انا قلت بما يرضي قلبي. يا ولد انت في فوق راسك شياطين. تراقص تراقص. ثانيا ليش ما تروح النادي؟ شوف كيف رحت النادي. ايش استفدت الحين؟ استفدت ايش؟ نقصت كيلو. بسم بالله على الكرف اللي كرفته. يبغالك قمص. والله تمرين قمص. والله قمص. اي والله قمص. ايش بو يا ابوي ذاك؟ ما حتى هو ما ادري كيف تدرب. هو ما ادري كيف اصلا تدرب. مدخلني على شو اسمه ذي الدمبل. يعني قمص ما يعرف يدرب الحين. اي والله ما يعرف يدرب الدمبل. تخيل واحد دول لياقه. هلا قمص حبي. اوه والله صدق. ايش ايش كم يا عمر؟ لا ايش قول؟ ايش قول؟ رايد اقول اقول لا ايش قول؟ رايد ايش قول؟ كيف الجو فوق؟ اقول ايش قول؟ يا ولد هنا برد مره. نزل لك خلاص فايت. ايش قول؟ ايش قول؟ بالله خليه كذا قمص دقيقة. قول ايش قول؟ والله مو قصدي. اليوم ما شربت القهوة حقتي. لا لا بصورها سلام اكيد انك بتشوفها بعدين. لا ما عاد بعدين. ما تكلمت. صوتك عالي مرة يا رايد. انا موجود. لا خليها بصورها سلام. صوتك عالي. موجود الحين. خلاص بس انا انا اللي موجود. عذب انت فاهم. والله ينظري. والله ينظري. والله انا احب. صحيح. تبغى قهوة؟ الله لا يوفقك. تبغى قهوة؟ ما أبغى والله. أخذت إجازة أنت ولا طلعت من دوامك؟ لا خلاص خلصت دوام الحمد لله. صلحت الطيارات حقتنا؟ أمورها طيبة ودود. حبيب قلبي يا قموصي. قموص الطيارة. والله أنت على الطيارة أنا أطمن عليها. والله ونعم.
حبيبي منور رايد. مانجو ايوه. انت لما تيجي تطلب مانجا ايش تطلب؟ يا اخي بالجيم مانجو بالقاء يعني جيف مي مانجو يا اخي. لا مو بالانجليزي ها. احنا نحكيها بالقاء مانجا بالجيم مانجو. لا لما تروح مكان فايف ستار. فايف ستار احنا مو فايف ستار احنا هنا بس ون ستار جالسين احنا ترى اخويا يعني مو يحتاج تقول. طيب انت في مكان في اي بي كمل. كان يا مانجو مانجو شفت كيف؟ ترى الموضوع كان حلو سلس وبسيط. اسمع ترى هذا درس في امريكا يعني متعلم. ترى هذا قاعد يشدها. ترى الموضوع ترى سهل نقدر نتناقش بالسهالة. خلاص مانجو. مانجو اسمع. مانجو 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 ايوه مانجو. مانجو ولا مو مانجو؟ مانجو. مانجو. بس قمص يعني ايه استقلال ان. يا اخي الله يا اخي الله يا اخي يا سهالة لا تخلي يتكلم. يا اخي اسكت انت اسكت. ما تعرف تسكت. انت عم تسكت. الاخلاق وسط. الاخلاق وسط. يعني لا تزودونها معي تنزلخ. وسط. خلوها وسط. العادة حتى. تعرفون اللي يقول تراقص فوق راس الشياطين؟ هذا هو. هذا الفتان. والله هذا هو الفتان. ما عندنا ندخل نقمص ولا نضارب على طول. هذا الفتان. ليه؟ انتم ملاك هون الشيطان. ايوه على طول انت تفتن دايم بيننا. ليه يا اخي مضاربات مظلمتها واحنا نضارب بسبتك. انا الفتان انا اللي اسال عليك واطمن عليك. لا والله. وانت في شغلك خلص لك امورك. لسه امس يا قمص انا ايش سويت لك امس؟ لا والله خلص لي اموري امس. والله بدود اني اقسم بالله هرج الواحد. طب قبل شوي انت معي كنت معي. انت كنت معي قبل شوي. وتكرم هاي انتبه ها. والله مو فتان. والله انك رجل. انت كنت معي قبل شوي. معاك الشيطان انت. انا معك اخوي سعد. الشيطان اللي يجي يكون انسان بينك كويسين هو يجي يخرب. هذا الشيطان. والله يوم شفتك تهندس طيارات وسيارتك خربانه لها 4 شهور عند الباب انا غاسل ايدي رب الايمان. انت فتان. هذا يرجع لي. شو يضحك انا يضحك. هذا يرجع. خلي يضحك. لا شوف التفاهم باليد شيء حيصير. تبغى باليد؟ لا ما ابغى تفاهم باليد ولا خلاص. انا لا ما ابغى تفاهم باليد. ما بضرب. انا مسالم. يا قمص الله لا يجعلني نمام. الله لا يجعلني اقول كلام ما هو بحق. الرجال هذا اقول ما اذا طول النهار خلنا ندق على قمص يجينا في الفندق على مكش يقول يا عمي سري فكنا من هذا الابله. تخيل يوم قلت اسمع ويوم قلت الشقة 200 يا معلم رقم الشقة 600 مدري كم. انت قلت الدور الثالث صح؟ قال لي شفت الغبي الشقة رقمها 600 كذا يعني كيف الدور الثالث؟ ما قلت لك غبي؟ ايش بقى اسامه؟ والله العظيم انه كلامه. والله شفني حلفت وانا احلف. اي والله عطاك مشغول. اي في ذمتي صح. اي في ذمتي. طيب ليه ما تكلم معاه بلسانك؟ شفت والله والله على ما جاك. طيب ايش بسمعني؟ باقي 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 حقت الدور حقت الدور الغبي حق ابو سليم اخذ لك حقك من قمص. تكفى لا تقول تكفى. قموصي تلعب معي لعبه قبل ما نمشي. يلا حجر ورق مقص. اذا انا فزت احكم عليك. اذا انت فزت تحكم علي. حق ايوه والعاب لعبه. ابغى العب معك. لا انا وقمص بس. يلا من مره واحده. اوكي يلا يلا. حجر ورق مقص. ايش هذا ايش هذا؟ محمد رمضان نمبر عيد. يلا حجرة ورقة مقص. حجرة. أنا فزت. يلا أقدر أحكم دحين. أحكم. أقدر إيش؟ تحكم. أقدر إيش؟ أحكم. شوف طال عمرك الحكم كالآتي. ما نبي حكم متعب. إيوه ولا شيء صح؟ حكم خفيف يا رايد. طريقة قم صباح جمال. لا 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 أنا ما أحب الظلم. انا احب كل شيء واضح. الحكم انا ما لي دخل في لعبتكم. طيب الحكم انك زي ما رفعت رايد علقته هنا احتراما له ترفع لين باب سيارته. يا اسحب امك. حكم هذه لعبه. حكم حكم لعبه. تبي تخرب الالعاب اللي بيننا براحتك. ابشر بي. خلاص يلا ارفع من الالعاب باحترام. لا 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 ارفع جلسه يجلس مرتاح. ايوه حبيبي توكلنا على الباب لا يضرب.
خليك جالس مرتاح امورك طيبة. عز يا مال انتبه الثريا اسمها. تفضل استاذ رايد تفضل. انتبه راسه بس راسه كيف مرتاح؟ اسندني. لا ماني مرتاح. اسندني على كتفك. اسندني على كتفك. اسندني على كتفك. ايه يا عمي هذا مو كرسي. ها يا عمي طلعني فوق. والله الحكم انك تخلي مرتاح. ايوه كذا مرتاح. مرتاح. ايش الامور عندك؟ تمام يا قلبي. لا تفل. لا تفل. تمام اسكت انت تفتح فمك. هذا الحكم هذه. لا لا هو ما قال كذا. تفتح فمك اسكت. يا عيال ما ضغطنا صدق؟ طبعا ما ورانا شيء. ما ورانا شيء. مرتاح. لا ما ضغطت من اول يا بدعود. لا لا والله ضغطت الاسانسير من فوق غير. امريكا لكم ده. اهم شيء انك ترجع مبسوط. تفتح امك انت ولا امسكني زي الناس.